وبكذا مشاهدينا نروح مع بعض لأهم أيضا الأخبار وإيش اللي صاير حول العالم. أول خبر معنا عن اختراع جديد، سيارة تتحول إلى طائرة. كشف باحثون بأن سيارة مبتكرة راح تتحول إلى طائرة في غضون 3 دقائق فقط، قد تطرح للبيع خلال الأشهر 6 المقبلة. وصممت السيارة المثيرة للإعجاب من قبل أستاذ سولفاكي، عمل على هذا المفهوم على مدى 30 عام، ويأمل أن يتمكن من بيع سيارته الطائرة للأثرياء فقط. يعني نستنى 6 شهور ونشوف أول ما تطرح هذه الطائرة، وراح تنباع فعلا بعد دقائق من طرحها ولا لا. بس أنا ما فهمت الكونسبت، أنه ليش يبغى بس يبيعها للأثرياء؟ يمكن عشان سعرها راح يكون مرة غالي. مهم 6 شهور ونعرف تفاصيل أكثر. إلى وفاة أول جيمس بوند، توفي الممثل الاسكتلندي المخضرم شون كارلي عن عمر ناهز 90 عاما، والذي يعد أول من مثل دور العميل البريطاني الشهير جيمس بوند، والذي تعاقب على تقديم شخصيته العديد من الفنانين على مر السنوات. وكان كارلي قد اعتزل التمثيل في سنة 2003 ونال العديد من الجوائز من بينها الأوسكار. والله يعني شيء محزن، ولكن هو اعتزل أصلا من زمان. بس مين فيكم تشوف جيمس بوند؟ صراحة يعني من أكثر الأفلام اللي كنت أشوفها وأنا صغيرة، ولين كبرت وستل أشوفها، شيء غريب. إلى صراع السحالي، يظهر في الفيديو اللي راح نشوفه مع بعض سحلية سارادا والتي تتواجد جنوب الهند، وتتميز بحنجرتها الملونة وذكورها يتباهون بحناجرهم في موسم التزاوج. فيختار أحدهم صخرة مرتفعة ليصبح بارز أمام الإناث ليعجبوا به زي ما احنا شايفين في هذا الفيديو، ولكن قد يأتي ذكر آخر ينافسه ويبدأ الصراع بينهم ليثبت أحدهم بأنه الأقوى ليعتلي هذه الصخرة. راح أعلق، لا تعليق صراحة على هذا الخبر. عموما هذا الشيء أخذنا طبعا مع بعض لآخر أخبارنا. وقرود تحتل مدينة، تعرضت مدينة هندية إلى غزو مخيف من آلاف القردة، وعلى مدار أسابيع تكررت الهجمات على السكان والمزارع وأحدثت فوضى عارمة بالمدينة والتي تعد مقصدا سياحيا مهما. وطبعا بدأ انتشارها مع فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا. القرود شافت المدينة فاضية ما في ناس، الناس خايفين من كورونا، قالت إيش رأيكم نروح ونغزو ونحتل هذه المدينة، وهو ما جعل السيطرة عليها طبعا مرهقة. وأدى الغزو بالسكان والمزارعين إلى محاولة التخلص منها حتى لو كان ذلك عن طريق تسميمها. أنا أشوف أنهم يحاولوا يعني صلحوا الأمور بينهم بين القرود ويحاولوا يطلعوهم من المدينة بكل هدوء. وهذه كانت آخر أخبارنا اليوم، ولكن أكيد مكملين معاكم في حلقتنا. نطلع فاصل قصير وراجعين.